مساء النور للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وبألف صحة جيدة. أبراجنا ل 18 الشهر، شو مخبيت لنا لبكرة؟ ما هي الأحداث اللي ممكن يكشف عليها الورق؟ هذه المقدمة بدي أحكي فيها شوي عن الأشخاص اللي بيبعتوا لي بيقولوا لي ما عم تغير شيء، الأبراج ما فيها كتير شيء، أو ما عم تتغير حياتي. أوكي، اللي ما بتتغير حياته هو مسؤول عن هذا الشيء، عليه أن هو يغير حياته أو طاقته، أو يحاول يشوف شو هي الأحداث اللي ما عم تتغير معه ويحاول يساعد بتغييرها. اللي ما عنده عمل بده يفتش عمل، اللي ما عنده حب بده يحاول يخلق هذا الجو. تمام، نشكر حضور ملاك أباندينا معنا اليوم. اللي ما عنده، ما بيحس انه حياته فيها شيء، يعمل فيها شيء. اوكي، اذا ما عندنا شيء بدنا اياه، عادة ما في اكل بالبيت بنروح نشتري اكل، ما في مي بالبيت بنجيب مي، ما في بنزين نشتري بنزين. بس ما فينا نقعد بلا اكل وشرب ومي وبنزين ونقول ما عندنا، وكل شيء متوفر معنا قادرين نجيبه او نشتريه. إذا هذا شيء اختياري، كذلك الحياة. فلما بتقولي حياتي ما فيها شيء، هذا شيء اختياري، أنت تختار يكون فيها، أنت تختار ما يكون فيها. مش ذنب الأبراج اليومية، هي بدها تخلق لك شيء. فخلينا نكون واقعيين بالتصور وبالسماع إلى الأبراج. كل قارئ يختلف من قارئ لقارئ، في ناس شاطرة بالحكي، في ناس شاطرة بالرؤية. اللي شاطر بالرؤية بيوصل لقلب الموضوع، مثل ما أنا بعمل، بوصل لمغزى اللي بدي وصله، لأنه البرج يدوب أقل من دقيقة، وبرج يومي يسحب طاقة. فما نتخيل أنه هلأ مثلا ميا بدها تطلع تحكي رح تقلي شيء فوق الطبيعة، رح يجي شيء من اللي عم بيكون حاصل. يعني اليوم إذا مثلا اتصل علي حدا أخذ معي موعد، قال لي ست ميا بدي اسألك سؤال، ما عندي عمل، شو بعمل، كيف بغير، بدي اشوف شو هو ظرفه، بدي اشوف ايضا شو امكانياته. بدي اقول له حسب ما عم شوف، يا انت ما عم تقدم عمل، يا في كسل، يا في تقصير، يا اما الوقت غير مناسب. اذا قال لي قدمت على عمل، بدي اشوف هل يا ترى قدم بالمكان الصح، او عم بيقدم اي عمل اي كلام ما عنده الخبرات، هل يا ترى في شيء لإله بده خبرة أو بده درس؟ الأبراج ما هي قصة بس يقولوا لي هيك هيك رح يصير معي، لا، كل شيء بده شغل. والأشخاص اللي بحسوا إنه ما في نصيحة وما في سماع وما استفادوا، بيقدروا يحضروا غير أشخاص. في ناس كتير عم تقرأ ترو، مطرح ما بيرتاح القلب بيروح. بس ما نهاجم القارئ لأنه نحن حياتنا فارغة أو نحن ما عندنا شيء، هيدا مش عدل. صحيح أنتوا بتقولوا ما تردوا على حدا، القارئ حساس، إذا بده يرد على الناس ويجاوب أجوبتهم بده يسمع السيء والجيد. هون القصة مش قصة سيء أو غير سيء، قصة أنه الشخص هو يأسان، اللي بيكتب أنا ما عندي شيء وما عم بسمع شيء جديد، هو اوريدي يأسان، مش من ميا ولا من الورق ولا من فلان ولا من علان، هو عنده يأس. فإذا كان ثاقب البرج وظبط عليه على طاقته وسمع إنه ما عم بيعمل شيء أو ما عم بيغير شيء، زاد يأسه لأنه عرف إنه غلطه. صار عندنا يأس وشعور بالذنب والإحباط. منغير اليوم، إذا الدنيا عتم منضوي شمعة، منضوي الضو بالنور، دخل حياتنا ضوت حياتنا. بس مش إذا قاعدين بالعتم منضل قاعدين بالعتم نقول حياتي عتم. إن شاء الله تكون عجبتكم النصيحة أو المقدمة. بليز شجعوا الكل يستمعوا لها حتى ما نتطلب كتير من الأشياء فوق طبيعة الأمور، ونكون نحن أيضا مسؤولين عن تغيير حياتنا. وبالتوفيق للجميع. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الحمل، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. حمل اليوم كان نهاركم جيد وجميل، طاقاتكم لا تزال ايجابيه،
عم تبتعدوا عن الاتصالات والمحادثات بكرة وعم تغيروا بعض الأمور، ولكن سيأتيكم مكالمة جيدة ممكن تتعلق بأمور راحت منكم أو خسارة خسرتوها، وتطوي هذه الصفحة وتنتقلوا إلى مرحلة جديدة. أما الحزن اللي مسيطر عليكم بهالفترة فأنتم بحاجة إلى التغيير، ممكن تاخذوا إجازة، ممكن تاخذوا نزهة، ممكن تطلعوا بين الطبيعة تعملوا تأمل تغيروا بعض أموركم. حمل فترة جاية قادمة أفضل، بس الظروف اللي عم تعيشيها اليوم هي خارج إرادتكم، ممكن تكون ظروف مالية، سياسية، اجتماعية أو طبيعية. بالتوفيق للحمل. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الثور، شو مخبيت لنا الأيام القادمة؟ بعض الأمور عم تقلقكم من ناحية المال والأعمال لأنها مرتبطة بشيء له علاقة بمجموعة، وهذا المال أو الأعمال وهذه المجموعة عم تأثر عليكم في دخلكم الشهري أو اليومي أو الأسبوعي حسب ما هو الدخل اللي أنتوا عايشين منه، لذلك عم تحسوا أنه لازم يكون في عندكم نوع من التغيير. بتحسوا أحياناً أنه في أفكار كتير كتير حلوة وإيجابية، فجأة بتلاقوا أنه الأفكار راحت أو تغيرت أو انقلبت إلى شيء جديد. كل الأحوال قرار بتكون تاخدوه له علاقة بانفتاح على شيء جديد أو تغيير لوضع معين. بعض منكم عم يحندوا إحساس بالحزن لسبب أو لآخر، ربما خسرتوا شيء أو فقدتوا شيء أو كان هناك نوع من الزواج أو الارتباط قد يكون روحتوا منكم، راح منكم أو خذلكم. بالتوفيق للثور. مواليد برج الجوزاء، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. شو مخبيت لكم بكره والايام القادمه؟ جوزاء للقراءه الخاصه لاقولي على www.mjtarot.com. جوزاء نهار بده تشوفوا بعض التغييرات من ناحيه الاشخاص اللي عم يفكروا بالاولاد او بالولاده او بعلاقتهم مع اولادهم او عائلتهم. شوية تغييرات فيها بعض الصعوبات، بعض المشاحنات، شد ورخي. يمكن الناس المتجوزين عندهم بعض الخلافات ضمن الأسرة أو العائلة مع الشريك بخصوص العائلة، الأولاد، المصاريف، المال أو الأشياء اللي تتعلق بالحياة اليومية. أما الجوزاء الآخرين فعم تتطلعوا إلى سفر وانتقال إلى مكان بعيد. فئة منكم عند حبيب سافر ولا تزالوا منتظرين رد الجواب أو حبيبة. الأمور ممكن تتحسن ولكن هذا الحبيب للأسف بطيء ونسونجي، صديروا بالكم على هذه الأمور. جوزاء بعض الأمور المالية فيها تغييرات جيدة في الأيام المقبلة، حاولوا تروقوا شوي. شكرا للجوزاء. عزيزي وعزيزتي مواليد برج السرطان، الخلافات اللي عم تحسوها بينكم بين نفسكم داخل البيت، ربما في الفكر، القلق، التفكير الزائد من قبل الشريك او الامور اللي عم بتمر معكم بهالمرحلة، عليكم بتغييرها الى الافضل. لسبب ممكن عم تشتغلوا كتير، تتعبوا كتير او تشتغلوا او تتعبوا بالدرس وب حياتكم، ما في نوع من التنظيم. ايضا حبيبة او صديقة او حبيب او صديق ربما عم تقارنوا وين بدنا نصير، شو بدنا نعمل بهالعلاقة، شو التغييرات اللي بدنا نواجهها، هناك منافسة، قد تكون علاقة ثلاثية. اخبار تأتي من بعيد، ربما زوار او اصدقاء بيحملوا لكم بعض الذكريات او الامور الجديدة. سرطان بشكل عام حساسيتكم عالية بهالفترة، عليكم بالاهتمام براحتكم النفسية والشخصية. بالتوفيق إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الأسد، شو مخبيت لنا الأيام القادمة؟ أسد استمرارية في الجد والبحث عن بعض الأمور اللي بتريحكم كالحب، العاطفة، العمل والراحة الشخصية. معجب أو معجبة ملاحقينكم لهم فترة وأنتم مش عم تعطوا أهمية. هذا المعجب أو المعجبة السريين صاروا موضحين لكم كذا مرة الاهتمام، ولكن لسبب أو لآخر ما في نوع من التجاذب أو الكيمياء بينكم وبينهم، رح يضلوا يحاولوا يحكوا معكم لأن مجروحين. كاش ماني قادم لكم في الأيام القادمة. ليش الحزن؟ لماذا عم تمروا بفترة محزنة؟ هل هو سبب الطقس، التغيير، أو عم بتحسوا أنه العمل زايد عليكم بهذه الفترة وعلاقاتكم العاطفية
متعلقة بعدة ظروف وعدة أشخاص ما عم تقدروا تاخذوا الحرية والأريحية. كل الأحوال هذا زعل خفيف ما بيطول وبتتغير الأمور إلى الأفضل. بالتوفيق لمواليد الأسد، أنتم لكم حرية القرار. عزيزي وعزيزتي مواليد برج العذراء، بليز اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر جميع الابراج. استمعوا الى مقدمة الفيديو لو سمحتوا. عذراء، شو مخبيت لنا الايام الجاية؟ تغييرات كتيرة على صعيد البيت، على صعيد احساسكم الشخصي. تصرفاتكم احيانا ينظر لها البعض على اساس انتم مش مهتمين فيهم. حاولوا تورجوا نوع من الاهتمام بالشريك، بالعائلة، بالاسرة، ايضا بالاطفال. اما الاشخاص اللي عم يحاولوا يعملوا الانجاب بهالفترة، هذه وقت غير مناسب لهذه الامور. في امنكم حب يكون عند زواج وتكبر الاسرة، او اوريدي متزوجة ولكنها غير سعيدة، بدكم تحاولوا تطولوا بالكم في هالمرحلة فترة وبتمرق بسيطة خلال الأسبوعين القادمين، فما كتير تحاولوا تفوتوا بخلافات. حاولوا تعملوا نوع من الهدوء قبل أن تدخلوا في مرحلة مناقشة أو صراع مع الشركاء أو الناس أو الأصدقاء اللي حواليكم. بالتوفيق للعذراء، هذا تحذير لكم عذراء، انتبهوا في الأيام القادمة. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الميزان، ميزان اتصال يأتي مفرح جدا من شخصية نارية لطيفة محببة نبيلة وتساعدكم على أشياء كثيرة. كاش موني قادم لكم قريب جدا، أو عرض يأتي لكم قد يكون إيجابي. مع النساء والأعمال الأمور جيدة، ولكن داخل الأسرة وفي الزواج بعض خلافات مع الأسرة، ممكن بعض الغيرة، أو أنتوا والشريك والشريكة ربما قررتوا تحكوا بموضوع، جايز في علاقة ثلاثية، جايز انكشفت بعض الأسرار، جايز شفتوا بعض الرسائل. إلا أن هذه الأمور تمر بسلام وينتهي الخلاف بسلام، ممكن يدخلوا أطراف العائلة يساعدوكم على الحل. إذا كان شريك أو حبيب ترككم وحابب يرجع، على ما يبدو غير أموره أو حبيبة، وحاولوا يكونوا إلى الأفضل. فترة جيدة للرجوع. بالتوفيق للميزان. عزيزي وعزيزتي مواليد برج العقرب، شو مخبيت لنا بكرة والأيام الجاية؟ عقرب، درس كتير كبير بدنا نتعلمه بالمرحلة القادمة، لأنه حصل معنا غير توقع. أيضا أحلامكم حاولوا سجلوها. الحمل عم تشوفوا في نوع من الحركة أو الإزعاج أو الأصوات، أو ترين أو قطار أو شيء على محطة قطار للبعض منكم. شوفوا الحلم بشكل واضح، شوفوا ما هو الدرس أو الخبر أو الإنذار اللي جايكم من الكون. مواليد برج الميزان، أخبار جيدة داخل العمل، إيلو قال كتير. ما تحاولوا تفوتوا بالأخذ والصد، وبعض منكم حابب أنه ينتقل إلى العقرب. عقرب، بعدنا بالعقرب. أموركم داخل العمل في صد ورد، لا تحاولوا تفوتوا بالقيل والقال، لأن هناك بعض المشاكل قد تؤدي إلى ترككم العمل، إما تتركوا لأنكم غير سعيدين أو تتركوا لأنه لقيتوا عمل جديد. لقاء جيد عاصف مع شخصية غير متوقعة، حب جديد للبعض منكم، ربح محكمة أو أوراق، شراء منزل جديد. عقرب، حظكم جيد جدا بهالفترة، بالتوفيق إن شاء الله. مواليد برج القوس، اعملوا اشتراك، شير، لايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم إشعار البث المباشر. شو مخبي لكم قوس في الفترة أو المرحلة القادمة؟ قوس، بعض الأشياء اللي حاولتوا تسيطروا عليها أو تغيروا مسارها بأموركم اليومية الحياتية المالية والعاطفية، للأسف ما قدرتوا تحققوا هذا الشيء. أما الشريك السليط اللسان والعصبي، فعم تحاولوا تخلصوا منه حتى ولو اضطريتوا إلى الانفصال. نساء القوس، بدي أحذركم من الأشياء اللي ممكن تصير بالفترة القادمة كخلافات في الزواج، في العاطفة، في الحب.
ربما قد تؤدي إلى الابتعاد عن الشريك أو تركه، أو حتى ممكن أقل شيء تبلكوه. سنتبهوا لأنه الفترة القادمة حرجة بالنسبة لكم. إحساسكم نساء القوس إنه أنتم عم تشتغلوا، عم تساعدوا أو عم تبنوا شيء معين، ما حدا عم يقدركم في العمل وفي البيت، رح يسيطر عليكم لفترة طويلة خليكم تعيدوا بعض الحسابات. أما القوس بشكل عام رجال ونساء، فحاولوا طولوا بالكم قبل ما تغيروا أمور كتيرة. حاولوا ما تخلوا عدم الثقة بالنفس يسيطر عليكم. دولاب الحظ معكم، عطوه دفشة، لقاء مع أحد الأبراج النارية. بالتوفيق للقوس. مواليد برج الجدي، بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك، سبسكرايب على الجرس ليجيكم اشعار البث المباشر. جدي، شو صاير معكم في الايام القادمة يا ترى؟ للقراءات الخاصة لاقولي على www.mjtarot.com. الحبيب عم بحاول بمنتهى الطرق يخلص عمله لحتى يكون معكم، ولكن عمله كتير كبير وبحاجة ليخلص أمور كتيرة. عم بتحسوا إنه هو الحبيب أو الحبيبة هاملكم بهذه الفترة، ولكن هذا ليس المقصود. محبة، سعادة، فرح، تغييرات إيجابية داخل البيت، قرار يؤخذ بحقكم أو بحق شريككم صراحة، وهو بده يحاول يجي يوصلكم الخبر مما يجعله مزعوج أو متضايق لفترة من الوقت. طولوا بالكم على هذا الشريك. شخصية نارية الصفات عم تحاول السيطرة على حياتكم بالتواصل معكم عن طريق إيهامكم أو تسيطر على شخصيتكم أو شخصية أنتم تعرفوها. كاش ماني قادم للبعض منكم، وبدي نبهكم لأنه في خسارة مالية. هاي الخسارة المالية ممكن تفكروا أنه فيها علم، إذا تصرفوا على درس أو على مدرسة أو على جامعة يكتشفوا بعدين أنه ما كانت هالجهة تستاهل الصرف. اعملوا بحوثكم قبل ما تصرفوا هذا المال. بالتوفيق للجديد. عزيزي وعزيزتي مواليد برج الدلو، بليز اعملوا اشتراك شير ولايك، قراءات خاصة لأولي على www.mjtarot.com. دلو، بدنا نبتعد عن الكبرياء، بدنا نبتعد عن اللسان الصليط، الأذى في الكلام والتحريض على بعض الأمور الغير جيدة. علاقاتنا العاطفية بهالفترة فيها بعض التغييرات لمصلحتنا، لتغيير من علاقة يمكن ما كانت جيدة لإلكن، بعدكن عم تفكروا فيها وعم تجيبوا أحداثها، علما أنه هذا الشريك أو الشريكة إما خدعوكن أو تزوجوا حدا تاني أو رحلوا. دلوا الأيام القادمة انتبهوا من عودة لشخصية من برج ناري أو شخصية متسرعة نسائية أو رجالية تحاول تقنعكم باستثمار أو دخول عقود أو صفقات قد تعود عليكم بالخسارة. بليز انتبهوا، اتصالات كتيرة، أشخاص كتير بحياتكم رح تتذكروا بهالفترة كل العلاقات الماضية اللي مريتوا فيها. رح يصير عندكم نوع من الحنين بالفترة القادمة لأبراج نارية، أبراج هوائية وأبراج ترابية، فما تحاولوا تتواصلوا مع ناس حزنوكم أو زعلوكم أو عفوا الأمور لن تتغير إلى الأفضل. بالتوفيق للدلو، استمعوا للتحذير. وأخيرا وصلنا إلى برج الحوت. حوت، بليز القراءة الخاصة لأولي على www.mjtarot.com. استمعوا إلى مقدمة الفيديو، ضروري جدا. شكرا لكم. حوت، كاش ماني جايكم، تأخذوا المصاري بتصرفوها كلها على شخصية أو بتعطوها لأشخاص لتساعدوهم، ولكن هن الحقيقة مش بحاجة لمساعدة. زواج للبعض منكم سريع جدا في خلال الأشهر أو الأيام القادمة، وهذا الزواج سيكون مثمر، قد يكون ثور أو حمل أو أسد، أو ممكن يكون أي برج أو طاقاته من هذه الأبراج، ورح تكونوا سعداء إن شاء الله. عزيزي وعزيزتي، هذا الزواج ممكن يأتي عن طريق العائلة، الأسرة، أو ينحكى فيه، أو أنتوا عم تحضروا لأنه أوريدي داخلين فيه. عزيزي وعزيزتي الحوت،
ابتعادكم عن الساحة مع الأصدقاء والمشاركة بهالفترة عم يشكلكم نوع من الأذى النفسي، لأن أنتوا بتحبوا الناس، بتحبوا تكونوا معهم، بتحبوا تكونوا تحكوا معهم. قرار بتاخدوه بحق أنثى أو أنثى تأخذ قرار بحقكم، مثل كأنه معاقبة أو معاتبة أو شيء صار وأنتوا ما عجبكم بس ما عم تحسوا أنه قادرين تغيروا. علاقاتكم كتيرة بهالفترة، اتصالات كتير رح تجيكم، بجوز ما تاخدوا الكل لأنه ما حاسين أنه أنتوا بدكم تكونوا متواجدين. تغيير في العمل وارتقاء، بالتوفيق للحوت. حوتوا جميع الأبراج، عملوا اشتراك شير ولايك. بحبكم كتير، تصبحوا على ألف خير. باي.